عمليات توريد إشارات الـ FM يمكن أن نقسمها بالدرجة الأساسية إلى نوعين. النوع الأول نسميه الطريقة الغير مباشرة أو طريقة أرمسترونج بتوليد إشارة الـ FM، والطريقة الثانية هي الطريقة المباشرة. بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي طريقة الإندايركت، النقطة هذه أو المبدأ مالتها قائم على أساس أنه يتم توليد إشارة نيروباند FM عن طريق تكامل إشارة المعلومات الـ MOFT واستخدامها بعدين في توليد إشارة الـ BM، وهذه إحنا أشرنا إليها في المحاضرة السابقة بالتو سيستمز اللي هو كيفية توليد الـ FM والـ BM باستخدام الـ Double Sideband Modulator Suppressed Carrier Modulator. الآلية شنو جاي يصير هنا عندنا؟ أنه أنا عندي نيروباند FM أحوله إلى Wideband FM باستخدام Frequency Multiplier، يعني بالضبط بهذا الشكل، انه انا عندي اشاره المعلومات، هذه اشاره معلومات راح ادخلها على نيروباند بهذا الشكل، هذه اشاره المعلومات اللي يتمثل مقدار قيمه الام اوف تي البيس باند سيجنال مالتي، ادخلها على نيروباند اف ام موديليتر، يعني هنا راح افترض انه هذا موديليتر ولد لي اياها كامله، صار عندي الاشاره اللي خارجه المفروض شنو هي؟ نيروباند اف ام سيجنال، هذه نيروباند FM signal. زين، طبعا هذه حسب السيستم اللي ذكرناه بالمخطط السابق او بالعفو بالمحاضرة السابقة. زين، هذه بعدها هسه الاشارة اللي طلعت منها اللي هي نيروباند FM راح ادخلها على فريكوانسي ملتبلاير، بعد الفريكوانسي ملتبلاير هذه فريكوانسي ملتبلاير الاشارة اللي تخرج منها أنا راح تكون هي وايد باند FM، يعني شنو استخدمت؟ انه انا ولدت نيروباند FM واستخدمتها لتوليد الوايد باند FM بهذا الشكل. بمعنى هنا شنو الجاي يصير عندي؟ لو فرض انه انا اريد ازيد مقدار قيمه الفريكوانسي ديفيجن اللي هو الدلتا اف، خلينا نفترض ارفع مقداره او ازيده بمقدار 12 مره، فالاليه انه انا استخدم نون لينير ديفايس مثل ما ذكرت المقطع السابق، مثلا دايود او ترانزستور، الاوردر مالته 12، حتى انه شو راح يكون عندي؟ مقدار قيمه الدلتا اف تزداد بمقدار قيمه الاوردر، فاذا كان الاوردر مالته 12 بمعنى راح يكون عندي 12 دلتا اف. هذه واحدة. بعدها طبعا الإشارة اللي راح تمر راح تكون تحتوي على الإشارة اللي أنا أريدها، هي تمثل المعلومات المضمنة زائد مجموعة من الحدود، السنتر مالتها راح يتغير حسب الأوردر مالت الأوميجا سي، أمررها على إشارة على باند باس فلتر، وظيفة الباند باس فلتر أنه يأخذ لي الإشارة اللي أنا أريدها ويسوي عملية إليمينيشن أو حذف لكل الحدود البقية. هذا المبدأ الأساسي مال استخدام فريكونسي ملتبلاير. لكن هناك مشكلة، المشكلة اللي تظهر عندنا انه اذا استخدمت مبدأ فريكوانسي ملتبلاير حتى ارفع مقدار قيمة الدلتا اف، النقطة الاساسية اللي جاي يصير عندي انه مقدار قيمة الفريكوانسي كارير جاي يزداد بنفس الاوردر، وانا ما اريد هذا الشيء، يعني احنا نريد نسوي فقط عملية زيادة للدلتا اف جاي يزداد عندي نفس الكلام الكارير فريكوانسي، بمعنى انه اذا كان هذا ان دلتا اف هذا راح يصير عندي ان اف كارير، وبالتالي هذا راح يسبب له مشكلة. حتى اتجاوز هذه النقطة راح نستخدم فريكوانسي ملتبلاير او فريكوانسي ميكسينج او العفو فريكوانسي كونفرتر. حتى اتجاوز هذه النقطه استخدم فريكوانسي كونفرتر او فريكوانسي ميكسينج حتى نسوي عمليه شيف داون للفريكوانسي كارير للقيمه اللي احنا نريدها. زين، لذلك ايش راح يظهر عندي؟ راح يظهر عندنا مخطط او سيستم نسميه هو أرمسترونج ميثود، النظام اللي قام على هذا الاساس. النقطه الثانيه بعد راح تظهر عندي انه راح يظهر عندي ديستورشن. هذا الديستورشن سبب مالته انه نظريا احنا بالحسابات مالتنا المعادله اللي ذكرناها تحتوي على مجموعه من الحدود، وذكرنا انه مثلا هذا الحد اللي هو بالاوردر الاول الريده، الحد بالدرجه الثانيه الثالثه اس ان، البقيه نسوي لهم عمليه حذف حتى يتحقق عندي شرط مقدار قيمه بيتا. بالحاله النظريه سوينا عمليه بروكسيميشن وحذفنا هذه الحدود، لكن بالحاله العمليه تاثيرهم هذول راح يظهر عندي، لذلك راح يظهر عندنا ديستورشن. هذا الديستورشن بحاله النيروباند اف ام موديليتر راح يكون بارز وواضح. حتى اتخلص من عنده راح اسوي من استخدم الفريكوانسي كونفرتر او الفريكوانسي ميكسينج راح اقدر انه اقلل من مقدار قيمه هذا التاثير، فلذلك الديستورشن راح يقل. زين، خلي اخذ المخطط مال أرمسترونج واشتغل عليه واشرحه نقطه نقطه. المخطط مالتنا بالدرجه الاساس راح يكون بالشكل التالي، انه انا طبعا هذا ابسط ان ابسط خلينا نقول انه مخطط وابسط يعني خلينا نقول ترتيب لهذا السيستم لتوليد اشاره النيروباند اف ام.
الإشارة بادية من هذه النقطة. المخطط إنه أنا استخدم الانفورميشن مالتي قلنا أسوي لها عملية تكامل حتى أحصل على مقدار قيمة الـ A of T. هذه واحد قبل لا أخذ التفاصيل وهذه الأرقام شلون راح يعني أحسبها وليش اختاريتها. قبلها خلينا نبدأ بنقطة واحدة. أولا هذا الغرض من هذا المخطط إنه أنا أولد هذا السيستم، نولد إشارة نيروباند FM. حتى أولد إشارة النيروباند FM المفروض إنه الإشارة اللي واصلة للمرحلة الأخيرة من الـ من الجنريشن اللي هي ترانسميتنج راح تكون عندي هنا عندي باور أمبليفاير وظيفته إنه يسوي عملية باورنج للإشارة اللي واصلة، وبعدين عندي هاي أنتنة الإشارة بالمرحلة الأخيرة يكون عندي الكارير فريكوينسي 91.2 ميجا هرتز، ودلتا اف راح يكون هو المفروض انه انا اصممه على 75 كيلو هرتز، راح يظهر هنا عندي 76.8 وراح اعرف السبب يعني ليش اختلاف بهذا الرقم. اذا نخلي في بالنا اول نقطه انه احنا نريد نسوي عمليه ديزاين لنارو باند اف ام، يعني اولدها بحيث يكون عندي مقدار قيمه الكارير فريكوينسي للاشاره المرسله 91.2 ميجا هرتز، ومقدار قيمة الدلتا اف المفروض 75 كيلو هرتز. خلي اتبع نقطة نقطة هسا. اول خطوة راح ابدي بنيروباند اف ام، اولد اشارة النيروباند اف ام. حتى اولد اشارة النيروباند اف ام راح اختار كاري فريكوينسي مالتنا 200 كيلو. شوف هنا اختارينا 200 كيلو هرتز. طبعا هذه 200 كيلو هرتز شلون اولدها؟ راح استخدم كريستال اوسيليتر. هذا الكريستال اوسيليتر بكاري فريكوينسي مقدار 200 كيلو هرتز. زين هذه طبعا هو اي سي كوساين اوميجا سي تي، سوينا عمليه شيفتنج بناقص باي على 2 حتى احصل على ناقص اي ساين اوميجا سي تي، وهنا اشاره اللي راح تكون عندي اللي هي عباره عن ام اوف تي في كوساين باعتبار انها راح تكون دبل سايد باند. اجمعهم الحالتين حصلت على هذه النقطه تكون عندي اشاره نيروباند اف ام. هذه حسب رياضيا حسب العلاقات اللي ذكرناها، وهذا المخطط انا ذاكره بالمحاضره السابقه لحد هذه النقطه. هسه اللي هنا انا راح نجري المعالجه على الإشارة وراح نشوف شنو السبب ليش اختاريت الميتين وليش الخمسة وعشرين. خلينا ناخذ نقطة نقطة. أول ليش اختارينا الكريستال أوسيليتر؟ السبب أنه عملية استخدام السيستم كريستال أوسيليتر، يعني استخدام أوسيليتر من هذا النوع مع دبل سايد باند موديليتر بهذا التردد راح يكون مقبول وممكن ويتحقق عندي شرط البالانس موديليتر. هذه واحد. النقطة الثانية مقدار قيمة الدلتا أف مبدئيا اختارينا 25 هرتز. الغرض من هذا ال 25 هرتز يتحقق عندي الشرط انه يكون عندي مقدار قيمه بيتا اقل بكثير من واحد. وحتى يتحقق عندي هذا الشرط طبعا بيتا من شلون احسبها؟ بيتا هي عباره عن مقدار قيمه الدلتا اف على مقدار قيمه الاف ام. هذه بيا حاله التون موديليشن، يعني جاي افترض انه انا جاي اطبق مبدا التون موديليشن، بمعنى انه مقدار قيمه الام اوف تي اللي هي تمثل اشاره المعلومات هي بصيغه الكوساين. لذلك صار عندي مقدار قيمه البيتا اللي هو راح يعتبر هنا موديليشن اندكس دلتا اف على اف ام، حتى يكون عندي مقدار قيمه الاف الدلتا اف 25 يكون عندي هذا الشرط متحقق. طيب شنو افضل حاله وشنو الاسوء حاله حتى يتحقق عندي هذا الشرط؟ اولا لازم يكون عندي الانفورميشن مالتنا اللي هي اشاره المعلومات انه يكون الباندوث مالتها من 50 هرتز الى 15 كيلو هرتز، 15 كيلو هرتز حتى يتحقق عندي هذا الشرط. أسوأ الحالات إنه يكون عندي 50، فيكون عندي دلتا اف اللي هي 25 على 50 راح يكون عندي نص مقدار قيمة البيتا، وبالتالي يكون هو أقل من واحد، وهذه أسوأ حالة. كل ما راح يزداد عندي مقدار قيمة ال اف ام اللي هو الباندويث مالت إشارة المعلومات، إذا وصلنا لحالة ال 15 كيلو طبعا راح يكون هي أفضل حالة، راح يكون عندي مقدار قيمة بيتا هو أقل بكثير من مقدار قيمة الواحد، ويتحقق عندي شرط النيروباند اف ام. أوكي زين هسه حتى اوصل بالنتيجه النهائيه شلون اوصل مقدار قيمه الدلتا اف من 25 هرتز الى 75 كيلو هرتز حتى اوصل؟ معناته انه هذه القيمه اللي هنا لازم تنضرب 3000 مره، تضاعف 3000 مره. من وين جبنا هذا الكلام؟ اجي اقسم اقول انا عندي الحد اللي اريده اللي هنا 75 كيلو، يعني 75000 على القيمة الابتدائية اللي هنا عندي اللي هي 25، معناته يكون الناتج اللي عندي انه انا ضارب في 3000. زين حتى احقق هذه العملية راح استخدم شنو؟ ملتبلاير. راح استخدم ملتبلاير لازم اضرب في 3000. اوكي فراح استخدم تو ملتبلاير ستيج. الملتبلاير الاول هو 64 والملتبلاير الثاني هو 48. زين ليش استخدمت هنا فريكوانسي كونفرتر؟ خلي اشوف هذه النقطة، يعني ليش ما خليت الملتبلاير واحد بعد الثاني مباشرة حتى يتحقق عندي الشرط؟ خلي انتبه على النقطة التالية. إذا أضرب هسه اللي هنا
الملتبلاير الأول بالملتبلاير الثاني اللي هو 64 في 48 راح أضربهم اللام، أقول 64 هذه 64 مضروبين في 48 راح يكون عندي 3072. زين، وبالنسبة لمقدار قيمة الدلتا اف هسه إذا أضربها باعتبار راح يكون عندي عملية الضرب هي بهذا الشكل، تكون عندي نفس الكلام الدلتا اف 25 لازم أضربها في 64 في 48، يعني إذا 4 هذا هسه في 25 لمقدار قيمة الدلتا اف راح يظهر عندي مقدار قيمة الدلتا اف راح تكون مساوية إلى 76.8 كيلو هرتز، وهذا القيمة اللي احنا كاتبيها هنا. قلنا انه راح يظهر عندي الديزاين مالتي للسيستم بالمرحلة الأخيرة هو 76.8 على الرغم انه انا اريده 75. اذا اريد احقق 75 كيلو هرتز يعني الديزاين مالتي مضبوط، لازم يكون عندي مقدار قيمة الدلتا اف هذه تقل، بدل من 25 انا مستخدمها بهذا المرحلة، بدل من 25 هنا لازم اقللها. اقللها يا قيمة، اقول اوكي النسبة مالتي اللي اريد اصحح عليها اقول هي 75 اللي انا اريده كيلو طبعا كيلو هرتز على القيمة اللي ظهرت عندي اللي هي 76.8 هذا الرينج اضربه في مقدار قيمة الدلتا اف بالمرحلة الابتدائية اللي هو 25 راح يظهر عندي 24.41 هرتز. هذه هنا إذا تحققت أخذت هذا الرقم، يعني بدل ما أنه أعتبره 25 أقول لازم يكون عندي 24.41 هيرز، إذا الناتج هنا بالمرحلة الأخيرة راح يكون عندي 75 كيلو هيرز. هذه واحد. زين، النقطة الثانية هسه خلينا نشتغل على الكيرير فريكونسي. بهذه المرحلة الكيرير فريكونسي 200 كيلو هيرز باعتبار أنه أنا قلت هو استخدمته بحالة الكريستال أوسيليتر. بعد ما أجي أضربه في 64 طبعا هنا أنا 200 كيلو أضربها في 64 في 48 راح يكون عندي مقدار قيمة الكارير بالمرحلة الأخيرة 600، لأنه واضح 200 في 64 في 48 راح يكون الناتج عملية الضرب 600 ميجا هرتز، راح يكون عندي الناتج 600 ميجا هرتز، وهذا يعني هذه مشكلة. احنا نريد هنا شنو 91 ميجا هرتز 91.2. حتى تجاوز هذه المشكلة أو هذه النقطة راح استخدم فريكوينسي كونفرتر. زين، الفريكوينسي كونفرتر شنو وظيفته؟ وظيفته يسوي عملية شت داون المن لمقدار قيمة الفريكوينسي. الآلية شلون راح تصير؟ راح تصير بالشكل التالي، اولا 200 في 64 راح يكون عندي مقدار 12.8 كيلو هرتز، عملية الضرب اللي هنا هذه 200 في 64 راح يكون عندي 12.8. اوكي، راح استخدم هنا كريستال اوسيليتر 10.9 ومرره على فريكوينسي كونفرتر، فراح يكون الفريكوينسي اللي واصل لهنا هو 12.8 ناقص 10.9 راح يكون عندي 1.9 ميجا هرتز. 1.9 ميجا هرتز هذا اللي هنا واصل عندي، بعد ما انه اضربه في 48 راح يظهر عندي 91.2 ميجا هرتز اللي هنا حققت التردد اللي انا اريده. زين، وبالنسبه طبعا لمقدار قيمه الدلتا اف هو باقي 1.6 كيلو هرتز، راح نضربه في 48 راح يعطيني مقدار قيمه 76.8، فبالتالي حققت السيستم اللي اريده. طيب سؤال، شنو ايجابيات هذا السيستم وشنو سلبياته؟ اولا النقطه الايجابيه اللي تعتبر هي من النقاط المهمه هي استقلاليه التردد، هذا السيستم يوفر لي استقلاليه تردد عاليه. زين، سلبياته اولا راح يعاني من نويز عالي، سبب النويز هو عملية الملتبليكيشن المتكررة، عندي أكثر من مرحلة عملية ملتبليكيشن تكرر أو مضاعفة أو استخدام الملتبلاير بشكل مستمر سبب لنا مشكلة، واحدة من عدها هي النويز. النقطة الثانية عندي ديستورشن راح يظهر بهذا السيستم، السبب أنه أنا جاي استخدم عملية موديليتنج بلو فريكوانسي، وهذا اللو فريكوانسي واضح اللي هو نسبة الدلتا اف على الف ام، هذه الدلتا اف على الف ام قد تكون غير كافية بحيث يكون عندي مقدار قيمة البيتا مو أقل بكثير جدا من مقدار قيمة، وخاصة إذا كان مقدار قيمة التردد للمعلومات هو يعني خلينا نقول بالهيرز أقل من 1 كيلو، فبالتالي راح يسبب لي مشكلة. زين، إذا هذه الطريقة هي الطريقة الأولى لاستخدام أو لتوليد إشارة الأف أم، يعني بشكل خاص هي إشارة النارو باند أف أم، يعني هذا السيستم هو يعطيني نارو باند أف أم. زين، حتى أولد وايد باند قلنا لازم نرفع مقدار قيمة شنو التردد، وهذه راح نناقشها في الجزء الثاني بالطريقة الثانية اللي هي طريقة الدايركت ميثود.